نحكي على السيابية اليوم في الهيئة التكسيرية. كانت أعلنت مجموعة الأعضاء اللي باش يسيروا الفريق حتى اليوم 5 جويلية موعد الجلسة العامة الانتخابية للسيابية. هيئة ضمت اسم مدير رياضي وليد الهجري. حقيقة كنا سعداء، تفاجئنا وكنا سعداء خاصة بالخبر. وليد باش يدخل العمل الميداني بعد ما كمل مسيرته كلاعب وكذلك في التحليل الفني. معنا بالتليفون وليد باش نحكي معاه على المهمة الجديدة هذه ويوضح لنا أكثر تفاصيل. وليد أهلا بيك. أهلا بيك، مرحبا بيك. سلام، صافا خويا؟ الحمد لله. شنو حالك أنت؟ شنو الأمور؟ والله لاباس الحمد لله، عايش كباب. باهي، نحبوا التأكيد من عندك وليد، مهمة جديدة في السيابية هكا ولا؟ والله ان شاء الله. ساعة قل لي علاش متفاجئ وعلاش فرحان؟ ساعة نسألك انا. متفاجئ خاطر ما متبنيش معناها، متفاجئ خاطر اول مرة ظهر لي، اول تجربة ليك انت، وفرحان خويا خاطر نحبك. واضحة الاجابة. عايش خويا، ربي يخليك. سلام وربي يفضلك خويا. عايش. شوف، نحب المسألة نوضحها للناس الكل باش الناس الكل تبدا فاهم. صحيح اول تجربة وكل شيء، والامور كانت مزروبه برشا، لخاطر علاش قلت لك توضيح به الشارع الرياضي بصفه عامه. خاطر انا في الفتره الاخرانيه كنت سوليسيتي معني حتى بجامعتي الام اللي هي مستقبل رياضي بالمرسى، وكنت وضحت الشيء هذا حتى مع الهيئه التسييريه الحاليه نتاع نادي البنزرتي. قلت لهم راهو المرسى جامعتي وراهو تحدثنا وكذا، حتى لجماعه المرسى باش الناس الكل تبدا تعرف. قلت لهم انا جمعيه كيما بنزرت ما نجمش معناها نقول لا. أول حاجة لعبت فيها، ثاني حاجة جمعية كبيرة وعريقة، وأي واحد يتمنى يخدم في النادي البنزرتي في أي رول معناها سلتوك يبدأ رياضي. تبقينا كانت عندي حاجات حبيت نستفسرها من الهيئة هذه، خاطرنا نحترم الناس كسوسوا عبسام سعيداني وإلا الناس اللي بشد بعض ولا شدت قبله، نحب الوضوح. قلت لهم أنا نعطيكم اتفاق مبدئي، تبقينا تبدأ الأمور واضحة ونخدموا معناها في اجواء تبدا نظيفه واجواء تبدا واحد عارف روحه على شنو قادم، خاطر هذه مسائل حساسه، فرق عندها تاريخ، واحد كي باش يدخل لازم يدخل من باب الكبير. كيما قبل كانت عندي تجربه 2009 كملاعب، نحب اليوم حتى كان ربي يكتب المكتوب وندخل كمسير ولا كمدرب في اي فريق، نحب ديما نكون نظيف ونكون ديما يعني واضح مع الناس. وراو اوفيسيالمون معناها باش زاد كيف التوضيح، مازال ما فما حتى شيء رسمي. وقع معناها التحدث معايا وانا وافقت، وتقال اسمي معناها على اساس مدير رياضي باش نشوفوا ردود الافعال، وباش نشوفوا زاد انا معناها نشوف لي بور لي كونتر، خاطر ديما نعاود نقول هذه مساله حساسه. وقت اللي توضح الامور انا مستعد ونكون فرحان برشا باش نخدم في فريق كيما نادي البنزرتي، وان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل. جالسين نبض معناها فقط خاطر هبطت اسمك، هبطت في الصفحه الرسميه للسي بي، معناها الصفحه الرسميه ما تلعبش بالامور كيما هذه، شاوروك ما شاوروكش كيفاش بالضبط معناها. لا لا، بطبيعة الحال وقعت تشاور معايا اسلام باش معناها نحطوا الامور في اطارها، مش هكاكا معناها ما فما حد شيء. لا لا، الموضوع موجود، لكن شوف الهيئه التسييريه عندها الرول باش معناها توضح مسائل مع المدرب السابق ومع الرئيس الحالي اللي هو قانونيا مازال معناتها السيد عبد السلام السعيداني. هذه المسائل هذه كلها حتى انا ريت انا تو موجود اليوم في 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 الندوه الصحفيه، وقع اعلام الناس وكون وليد الهشري موجود. تبقينا راهو الهيئه التسييريه الرول نتاعها هي باش تاخذ بزمام الامور المده هذه جمعتين ولا ثلاثه، ويقع معناها مفاهمه ما بين الاطراف الكل، خاطر مشاكل نادي البنزرتي راهي هذا هو معناها كل واحد ما يعرفش ليه مسؤوليات نتاعو. كي تتحدد مسؤوليات الناس الكل توضح الامور. دونك وليد الهشري بنسبة كبيرة ينجم يكون موجود في النادي البنزرتي، والرول اللي باش نعمله أنا تو موجود معناها مش من الفراغ. هو شكون كلمك باش نبداو واضحين وليد؟ عبد السلام السعداني ولا الهيئة التسييرية رياض مقداد؟ لا، الحقيقة اتصل بي السيد رياض مقداد، وكانت معناها جمعتنا قاعدة وتحدثنا معناها على مسائل معناها فنية تخص ليكيب ومسائل إدارية وكل شيء، وأنا أبديت رغبتي. قلت لهم أنا مستعد كيما تحدثت، وقالوا لي وليد راهو باش نعينوا هيئة تسييرية وباش تكون أنت معانا موجود، إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. من بعد الناس كلنا راهو نجهل وشنو نجم يصير دون دو سومان دون زان موا، لكن أنا كوليد الهشري كرياضي عبرت على رغبتي ونكون فرحان كي باش نخدم في فريق كيما نادي البنزرت. شنو الخطوة القادمة وليد؟ ما فهم والله ماهيش واضحة بالباهي السيتياسيون، خاطر من جهة اسمك هبطت ومن جهة تقول لي معناتها ما زلنا ماهيش واضحة الأمور. الخطوة القادمة شنو هي باش توضح أكثر الأمور؟
يا اسلام توا معناها حاليا حاليا وليد الهيشري موجود مع الهيئه التسييريه للنادي الرياضي البنزرتي، لكن ما تمش توقيع حتى وثيقه رسميه بيناتنا. يعني ستادير غدوه كان تتبدل الامور في نادي البنزرتي معناها، وحتى حد ما ينجم يعرف معناتها سو كي بو اريفي. قلت لك فما امور ماهيش واضحه، فهمتك، اي ما بين الرئيس الحالي اللي هو قانونيا السيد عبد السلام الحديني وما بين هيئه تسييريه. انا ما نجمش نحط روحي في وضعيه معناها ما بين الرئيس ومسؤول. انا انسان رياضي نحب ديما نقعد رياضي، وكنت معناتها مستعد للتجربه هذه. تبقينا لازم يكون فما وضوح، اما حاليا راني معناها موجود في البروجي يعني، فهمت؟ الى حد الان فماش وضوح معناها؟ ما مش حكايه ما فماش وضوح، ما فماش تعاقد رسمي فوالا ما بين النادي الرياضي البنزرتي ووليد الهيشري، لكن فما اتفاق مبدئي. باه باه، وقتاش يصير ان شاء الله الاتفاق الرسمي؟ وفما شروط باش يصير ولا لا؟ الاتفاق الرسمي خويا يصير بقدرة ربي وقت اللي معناتها توضح الامور الادارية، وكل واحد معناها يعرف مسؤولياته، ووقتها معناتها ان شاء الله يقع الاتفاق الرسمي. فما قاعدة جاية ان شاء الله بيناتكم؟ بالطبيعة فما، انا قلت لك موجود توا معناها باش نمشيو ونجيو على بعضنا وباش نحكيو وباش نجتمعوا وكذا، وان شاء الله كيما نقولوا معناها الناس الكل كل واحد معناها يضيف حاجة لمصلحة نادي البنزرتي باش يرجع ان شاء الله وباش يعمل موسم باهي بقدرة ربي. باش تبداو تخدموا على موضوع المدرب الملاعبية الجدد باش تجي الملاعبية باش تخرج ولا سبق لأوانه هذا وليد؟ توا بور لو مومون سلام يلزم معناها هاني قلت لك توا فما حاجات كانت معناها موجوده في الموسم السابق، فما امور ماليه وفما امور في الزاد البشري، هذا كله باش يوضح ان شاء الله في الجمعه في العشر ايام الجايين باش توضح برشا مسائل. معناتها انا خلينا نحكيو على وليد الهيشي توا كمنصب خذيته هذا الحالي، هاني وضحته لك معناها ظهر لي ما مش اكثر من التوضيح هذا. باهي خلينا نحكيو على وليد الهيشي خويا. وليد استنيناك في المعرفش كنت يكون في التحليل مع زملائنا في موزايك، علاش اخترت تبدا بالمنصب هذا؟ ما هبطش مثلا الميدان التدريب ولا خاطر اول فرصه جاتك حبيت تبدا بها؟ والله الحقيقه شوف انا معناتها كنت فسرت الحكايه هذيا نتاع التدريب، انا معناها لعبت كوره وعندي قناعات وعندي تفكير، واي انسان معناها عنده تفكير وعنده فيزيون معناها عنده نظره معناها لكره القدم ولا حتى الميدان تاع التدريب ولا التحليل. انا اخترت باش نكون محلل من الاول، لكن عمري ما سكرت حتى باب يعني في اوفير اتوت بروبوزيسيون. بالنسبه لي التجربه تنجم تكون مع نادي البنزرتي ولا غير نادي البنزرتي، معناتها هذا راهو مش مربوط بي انا برك، كل شيء بالكتبه. اليوم مسؤولين الحاليين معناها هيئة تسييرية راهو في وليد الهيشي نجم يكون الانسان اللي نجم يعاون، وهذا شرف ليا. كيف كيف قلت لك مع مستقبل المرصد كيف كيف خموا فيا، وهذا الكل ترجع من بعد للقناعات نتاعي والديسيزيون اللي انا باش ناخذها في اخر المطاف. سينو التجربه تنجم تكون تجربه باهيه على المستوى الرياضي، مستوى الشخصي اللي انا معناتها ندخل شويه نفهم شويه معناتها امور اللي الفنيه اللي مربوطه بالجمعيات، خاطر توا انا نعرف كنت لاعب كره قدم ولعبت في برشا جمعيات ونعرف يعني كومون سا فونكسيون معناها في البطوله، ونعرف الامور الكل نعرفها الرياضيه والاداريه والقانونيه والكل نعرفها. تبقينا لازمني ندخل التيرا ونجرب سور تيرا، سي امبورتون بالنسبه لي. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك وليد على كل التوضيحات اللي مديتنا بها هذه. بارك الله فيك. بالتوفيق وليد ان شاء الله في تجربتك الجديده اذا كان تمت بطبيعه كمدير رياضي للنادي البنزرتي، وان شاء الله نشوفوك متالق لما لا في ميدان التدريب وفي بدايه بالخطه هذه اللي توليتها. فاصل الموسيقى بعد مكملين زون ميكس حتى الخمسه.